بلشت اعمل ريكورد خلاص. اوكي إيه، راح نعمل نجرب اليوم نعمل مراجعه للبنميد إيه، يمكن هيك بالعكس لقاءات على شكل كمان بتسد علينا لقدام من ناحيه المراجعات وتهون علينا. ناخذ الاشي على مراحل إيه، بتخيل عشان الفورمات تبع المحاشي ومش شيء هوين كمان، فيش يعني فيش فيدباك منكم، فصعب نعمله اشي مطور، فرح يكون الاشي مدته بين ساعه ونص لساعتين. اليوم رح نعمل مراجعة على البارت 1 اللي هو بنحكي بالأساس على الكارديو وعلى الريات، وبحسب كيف بيمشي اليوم بنقرر نشوف كيف شو بدنا نعمل باللقاءات اللي جاية علينا. تعال نبلش. الأسئلة اللي رح تكون هيك الفورمات، ببلش المراجعة هي بالأساس أنا أخذت مواضيع اللي إحنا شددنا عليها اللي هي مهمة بالامتحان، ومواضيع اللي شددنا عليها أقل خلال الصف. بمرق انا على السؤال، في مراجعات شويه مواد في نهايه اللقاء، بس نخلص ببعث لكم كمان المتسيقت، عشان هيك من جهتي مهم تكتبوا بس الملاحظات اللي بتنذكر على الاسئله اذا في ملاحظات، وفيش حاجه تقعد تنسخوا بالاسئله، ببعث لكم اياهن وتكتبوا الاجوبه تبعت الاسئله على جنب عشان تراجعوها بعدين. اللي عنده اسئله خلال اللقاء ابعثوا على الجروبات تبعت الواتساب، هاي هي الطريقه، لانه اذا بنعمل ان ميوت للكل ما بنخلصش. طيب تعال نبلش. السؤال الأولاني، 55-year-old man is noted to have moderately severe congestive heart failure with impaired systolic function. يعني عنده هفرف heart failure with reduced ejection fraction. Which of the following drugs would most likely lower his risk of mortality؟ يعني عمليا بيسالني هون على هارت فيلور وذ ريدوست ايجكشن فراكشن، اي ادويه بتوطي المورتاليتي. اذا بنتذكر احنا حكينا الادويه اللي بتوطي مورتاليتي بهارت فيلور ريدوست ايجكشن فراكشن هن ايس انهبيتور، بيتا بلوكر، والدوستيرون انتاجونيست لما الايجكشن فراكشن تحت ال 35%. فمن بين الامكانيات الموجوده عندنا عمليا الجواب الصح هو الجواب الاولاني اللي هو ايس انهبيتور. لوب ديورتيك فوسيد بوطيش الايجكشن فراكشن، ديوكسين بوطش المورتاليتي، اسف اللوب ديورتكس، الديوكسين قلنا بوطش المورتاليتي، وحتى بالعكس بالفيميلز لاقوا انه بيعلي المورتاليتي، والاسبرين طبعا كمان بوطش بوطي المورتاليتي، بس مش بس باسكيميك هارت ديزيز كسبب للسيستوليك هارت فيلور. يعني اذا كان السبب هو اسكيميا ساعتها الاسبرين بوطي مورتاليتي، بس هارت فيلور مش شرط الاسباب تبعته تكون بس اسكيميا. فمن بين الاجوبه الموجوده طبعا الجواب صح هو الاولاني. بذكركم انه بالهارت فيلور وذ بريزيرفد ايجكشن فراكشن او ما يسمى بالديستوليك ولا دواء اثبت على انه بوطي مورتاليتي، اللي بوطي مورتاليتي وبس نعالج الريسك فاكتورز، نعالج الهايبرتنشن، نعالج الاسكيميا، نعالج الديابيتس، كل الكارديوفاسكولار ريسكس، بس فيش ولا دواء اثبت بوطي المورتاليتي. كمان دواء بالهارت فيلر with reduced ejection fraction يعني السيستوليك اللي مهم نتذكره هو الارنس انترستو، الانترستو كمان دواء بوطي الاجكشن فراكشن. شو بيسالنا السؤال وكمان لنفس السؤال، in the United States او بالعالم الغربي بشكل عام، وهذا سؤال صح كمان لبلادنا، which of the following is most likely to have caused the congestive heart failure and patient described في السؤال اللي قبل؟ غالبا طبعا السبب هو اثيروسكليروزز اسكيميك هارت ديزيز، هذا اكثر سبب بيعمل هارت فيلور اسكيميك هارت ديزيز في العالم الغربي. اذكركم باسباب الهارت فيلور ان بالاساس ثلاثه، ان اسكيميك فالفولار وكارديوميوباثيز، هيك الاسباب. ديابيتس هي ريسك فاكتور للهارت فيلور، بس هي ك ك كمرض بيعملش هارت فيلور. الكحول بيقدر يعمل كارديوميوباثي، الكحوليك كارديوميوباثي حكينا على شيء، وروماتيك هارت ديزيز ممكن تعمل مايترال ستينوزس بعد سنين طويله وتودي بالاخر لهارت فيلر، بس واضح انها مش موست كومن في العالم الغربي. إيه، اوكي سؤال ورا شو بقول، 75 years old man is noted to have chest pain with exertion and has been passing out recently. يعني عنده chest pain وعنده passing out syncope. On examination he is noted to have a harsh systolic murmur. اوكي سينكوبي مع سيستوليك ميرمير شو لازم نفكر؟ اورتيك ستينوزس. اوكي اورتيك ستينوزس، خصوصا انه اورتيك ستينوزس بتعمل كمان تشيست بين وبتعمل كمان ديسبنيا، بتعمل كمان هارت فيلور مع الوقت. واتش اوف ذا فولوينج از ذا بيست ثيرابي فور ذيس كونديشن؟ حكينا لما عندنا اورتيك ستينوزس
اللي هي سيمبتوماتيك، يعني بتعمل او انجينا او ديسبنيا او سينكوبي، لان هذول السيمبتومز الاساسيه تبع اورتيك ستينوزس. العلاج هو نبدل الفالف، اذا الجواب هو فالف ريبليسمنت. اوكي، كورونري ارتري باي باس كابيج بنعملها لما واحد عنده اسكيميا مع ثلاث انديكيشنز حكينا، اللي هي عندنا 3 فيسل ديزيز، يعني الثلاث فيسلز تبعون الكورونا فيهم اسكيميا، او واحد عنده 2 فيسل ديزيز مع ديابيتس ميليتس، لما 2 فيسلز يكونوا بروكسيمال فيسلز، يعني بروكسيمال ال اي دي مش اخر ال اي دي انما من البدايه. والانديكيشن الثالث اللي حكينا اللي هي ليفت مين كورونري ارتري ديزيز. انجيوبلاستي يعني تسنتور، تسنتور في اليوم بيغذروا عن طريق تافي، حكيت لكم يبدلوا الاورتيك فالف، بس بعده هو مش الجولد ستاندرد ثيرابي ولا الشيء الاساسي للعلاج. كاروتيد اند ارتريكتومي بنستعملها لما في عندنا كاروتيد ارتري ستينوزز سيفير اثيروسكلروزز، بس هذول بيشنتس اكثر بيعملوا سي في اي. شويه كلينيكال بيرز في بالمتسيجات هون بالاساس، انا حطيت انا هذول عشان انتم للمراجعه البيتيه بالاساس، بس بشدد على شغلات فين. كونجستيف هارت فيلر دائما في اندرلاينج هارت ديزيز، موست كومون لاسكيميك كارديوميوباثي زي ما حكينا بالاساس من اثيروسكلروزيس. قسمناها لنوعين، هفرف وهفبف، حكينا عن الشغله. السيمتومز تبعون هارت فيلر معروفين لكم، بذكركم بنيويورك هارت اسوسيشن نيهال لازم تحفظوه، والبرايمري جول عمليا هو انه نعطي ريليفينج للسيمتومز اللي عن طريق سولت ووتر ريستريكشن، ديوريتكس، فازو ديليترز، ايس انهبيتورز، بيتا بلوكرز، والالدوسترون انتاجونست، وكمان الار ان اي. تذكروا الانديكيشنز للسي ار تي، للاي سي دي، اثنين بندخلها لما البيشنت عنده انجكشن فراكشن لازم يكون تحت ال 35%، الاي سي دي بندخله دائما لما في انجكشن فراكشن تحت ال 30 لل 35%، لانه هذول البيشنتس هن هاي ريسك لارثميا لفي تي ولفي اف. السي ار تي بندخله فقط لما البيشنت عنده ليفت بندل برانش بلوك وطبعا سيمبتوماتيك، والا فش ولا اي سبب بتدخل سي ار تي. وبحكي هون على اورتيك ستينوزز، السيفير اورتيك ستينوزز من ناحيه الاورتيك فالف اريا، طبعا الحكي على اقل من 1 سنتيمتر اللي بنلاقيها بالايكو. لورا في اسئله لهون، تعال نشوف اذا في اسئله لهون. اللي فش عنده صوت ليش من عندكم بتخيل؟ باقي سامعين صوت؟ لا طيب اسئله لسه حدا بده يسال؟ بنكمل معناته. 59 old man complains of severe chest pain that radiates to his back. دائما لما بتشوفه بتبلشوا بكلينيكال ستوري عن الشكل لبيشنت عن الشكل، اول شيء لازم نفكر فيه هو aortic dissection. severe chest pain بودي للباك، aortic dissection. شو دائما لازم نسوي لما بنشكي بورتيك دايسكشن؟ اول شغله تتكمل الفول هيستوري، وبالفيزيكال اكزامينيشن تفحص كلنا البولسز بين الايدين، تشوف هل في فرق بين الراديال بولس من اليمين والراديال بولس من الشمال. بورتيك دايسكشن نتوقع يكون في بولس من اليمين وما نشوفش في بولس من الشمال، لانه هيك بتمشي الاورتا. اذا هون طلع شو بقول، هيز براخيال بولسز ابير ان ايكوال بين هيز رايت اند ليفت ارمز. يعني بده يكون عنده بالرايت ارم في بولس، بس بالليفت ارم ما فيش بولس. هي ابيرز هيمودايناميكلي ستيبل، وهيك بيكونوا عاده البيشنتس في بدايه الاورتيك دايسكشن لحد ما يصيبهم سادن كولابس ويموتوا. اون تشست راديوجرافي هي هاز وايدند ميدياستينوم، ميدياستينوم طبعا تبعه وسيع، السبب جدا بسيط لانه في الاورتا نفسها توسعت ممزوعه. Which of the following is the best next step؟ النكست ستيب طبعا تبعتي بدي اتاكد انه عن جد في عندي اورتيك دايسكشن، والتست اوف تشويس هو طبعا نعمل سي تي مع كونتراست. شو الهدف من السي تي مع كونتراست؟ تشوف الاورتا فيها دايسكشن. ف اوكي هي قالوا لي اسا بالزوم انه فيش 40 مينت تايم ليميت، ممتاز. فا اكيد ببلش ثرومبوليتك ثيرابي، اصلا اذا ببلش ثرومبوليتك ثيرابي ممكن نقتله للبيشنت. اوكي، لانه البيشنت الخوف من اورتيك دايسكشن انه تنمزع كل الاورتا ويصير في عندهم بليدنج،
فاكيد ما بلشش ثرومبوليتيك ثيرابي. اعمل سي تي اوف ذا تشيست وذ اي في كونتراست، طبعا هذا البيست نيكست ستيب. اذا البيشنت انستابل وصعب نطلعه من الميون للسي تي ومش عارفين شو بدنا نعمل، جود تشويس انه نجرب نعمل تي اي اي ترانس اوسفاجيل ايكو. اوكي، فسي تي وترانس اوسفاجيل ايكو ان امكانيات ثنتين منها، مش راح اجيبوا لكم اياهم ثنتين بنفس السؤال لانه ثنتين منها. انيشيت اسبرين وهيبرين نفس الخرافيه، بيشنت على شكل بعطش شيء ممكن يزيد البليدنج بحاله صار في رابتشر للاورتيك دايسكشن. ميجر سيريال كاردياك انزيم ليفلز، مبدئيا طول ما فيش اسكيميا بالقلب نفسه مش مفروض الكاردياك انزيم زياده. الانزيم اي 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 تيست بيكون عالي باورتيك دايسكشن، يعني تعال اسالكم السؤال بالعكس، اذا في اورتيك دايسكشن بدي اكد 100% انه فيش عنده اورتيك دايسكشن، عندي سسبشن انه الاورتيك دايسكشن وبدي اجي الغي السسبشن تبعي، اي تيست بقدر اخذ الشغله اللي موجوده بهاريسون مش كثير بس موجود الطرفه دي دايمر. اوكي، اورتيك دايسكشن دائما الدي دايمر عندهم عالي، اذا الدي دايمر نورمال مش اورتيك دايسكشن ب 99% من الحالات. اوكي، يعني دي دايمر رول اوت اورتيك دايسكشن بالضبط كانه كيف بال بي اي. اوكي، شو اللي وراه؟ بكل 45 year old woman with new onset aortic regurgitation is found to have aortic dissection of the ascending aorta and aortic arch by echo. يا شايفين طلعوا كيف عملوا هون diagnosis عن طريق الايكو. اول شيء واحده عمرها 45 سنه عندها new onset aortic regurgitation مجبور تفكر باورتيك dissection، لان new onset يعني اسا بلشت، فلما هسه بلشت معناته صار اشي عمل لي الدايسكشن، هاي مش اشي اللي هو كرونيك اللي على مهله صار شوي شوي تصار في عندي اورتيك ريجورجيتيشن شوي شوي. شو السبب ممكن يكون في وحده عمرها 45 سنه تعمل اورتيك دايسكشن؟ مليان اسباب، من الاسباب المهمه اللي لازم يفكر فيها هي فاسكوليتس. اوكي، فاسكوليتس تمبورال ارتريتس على سبيل المثال، temporal arthritis ممكن تعمل aortic regurgitation نتيجة للaortic dissection بتعملها ب 30% من الحالات. وكل شيء is relatively asymptomatic، فيش عنده اي شيء. which of the following is the best management؟ فالتريك هون بالسؤال انه بقول لك شيء is relatively asymptomatic بفرقش. المرأة عندها ascending aorta dissection يعني proximal dissection. proximal dissection على عملية طوالي، proximal dissection بيروحوا على عملية طوالة، إذا مجبور عمل لها surgical repair of the dissection. oral atenolol، atenolol هو beta blocker therapy and monitor dissection. monitor dissection إحنا بنعمل لما distal dissection في الclassification تبعونا هذول تعلمتوهم بالسيرجري. إذا distal dissection بحالات معينة ممكن تعمل monitoring، بس إذا بدك تستعمل beta blocker مش atenolol، استعمل beta blocker ثاني هسه بنحكي عليهن. انجيوبلاستي يعني تسنتور كمان مره المشكله دايسكشن، المشكله هون مش اسكيميا. اورال وارفارين، كومادين ثيرابي كمان مره، هذول بيشنتس في هاي ريسك للبليدنج، اذا صار رابتشر اكيد بعطيهاش كومادين. فالجواب الصح هون هو سي. اوكي، هذول كلينيكال بيرز عمليا لاورتيك دايسكشن او لكل الفاسكولار ديزيز تبعون التشست والابدومن، في كمان كم بير لهنا. هايبرتنشن هو ريسك فاكتور اللي بريديسبوز لاورتيك ديسكشن باغلب الحالات. تذكروا حكيت لكم على مارفان سيندروم، البيشنتس اللي عندهم مارفان هن هاي ريسك لاورتيك ديسكشن، وكمان زي ما حكيت لكم فاسكوليتس. تشست بين مع وايدن ميديستنوم، تشست بين بودي الباك، هن شغلات اللي بالكلينيكال هيستوري لازم تخلينا نفكر باورتيك ديسكشن. والميديكال ثيرابي بنعطي بيتا بلوكرز زي طلع شو ميتوبرولول اسمولول ولابيتولول، هذول هن البيتا بلوكرز الاساسيات. الهدف انه احافظ خلال الدايسكشن على السيستوليك بلاد بريشر 120 والهارت ريت 60. شو الهدف من هاي الشغله؟ عشان كمان مره ما ازيدش الضغط البريشر على الشير على المزع اللي موجود من الدايسكشن. عشان هيك بدي دواء اللي كمان يوطي لي البلاد بريشر وكمان يوطي لي الهارت ريت. اللي وطى الدواء اللي بيوطي بريشر وبيوطي هارت ريت هو بيتا بلوكر. اوكي، تذكروا انه ميلز بين اعمار 65 وما فوق وخصوصا مع سموكينج هيستوري عندهم دائما
هاي ريسك لابدومينال اورتيك انوريزم. ايه يعني ابدومينال اورتيك انوريزم؟ عشان هذول، عشان هيك في ريكومنديشن نعمل لهن اولترا ساوند للبطن نشوف اذا في ابدومينال اورتيك انوريزم. هون في الانديكيشنز تبعون السيرجري بأورتيك دايسكشن بتمرقوا عليهن، وشو السايزز اللي لازم هنا عملية وشغلات على شكل برضو بتحفظون أكثر بالسيرجري من إنه بالبنيميت. 30 year old woman is noted to have blood pressure in the 160 عمية range. يعني عندها high blood pressure. She also has increased obesity. يعني عندها blood pressure. عندها obesity. Especially around her abdomen. يعني central obesity. يعني عندها blood pressure وعندها central obesity. Which also shows some stria. عندها كمان stria بالبطن. She has been bruising very easily. عندها hematoma, ecchymosis بالجلد. And has increased hair growth in her face and chest. اوكي كمان مره بلاد بريشر سنترال اوبيسيتي ستريا. من هون كان لازم لحالكم تعرفوا على اي سندروم قاعدين بنحكي. مظبوط كوشنج سندروم. اوكي فهاي هي التريات تبعت كوشنج سندروم، هي واحده من الاسباب اللي بتعمل سكندري هايبرتنشن. كمان هايبرثايرويديزم بتعمل سكندري هايبرتنشن. اوكي شو بيعمل الهايبرتنشن، هايبرثايرويديزم ولا هيبوثايرويديزم؟ الاثنين. هيبرثايروديزم بيعمل سيستوليك بلاد بريشر عالي، هيبوثايروديزم بيعمل دياستوليك بلاد بريشر عالي، بس اثنين بيعلوا البلاد بريشر. كورتيكيشن اوف اورتا في لها كمان كوز لبلاد بريشر عالي بالاولاد الصغار، في لها كورليشن مع تيرنر سيندروم. عشان هيك هذا شغله لازم تعرفوها. وبرضه بيعملوا بلاد بريشر عالي من النك تبعتهم قصيره وخميله، فمجبورين تفكروا فيميلز لازم تفكروا بتيرنر سندروم. فيه خروموسيتوما، في لها ترياد، ترياد تبعت فيه خروموسيتوما. طبعا هي الكانسر موجود فوق الادرينالز بالاساس، اغلب الاحيان مش شرط، 10% من الحالات ممكن يكون اكسترا ادرينال. في عندهم افراز زايد لادرينالين ونور ادرينالين، بيعملوا ترياد تبعت هيديك هاي بلاد بريشر وبالبيتيشن. اوكي هيديك episodic hypertension وpalpitation، هي التريات تبعت فيه خروموسيتوما. لما تشوفوا هذول الثلاث شغلات لازم تفكروا فيه خروموسيتوما. اوكي لورا 45 years old man is diagnosed with essential hypertension based on two blood pressure of 150 على 100 و156 على 102. بذكركم انه ولا مره بنحط diagnosis تبعت hypertension based on one visit، دائما لازم نعمل minimum two different visits بأوقات مختلفة عشان نحط الدياجنوز تبعت هايبرتنشن. يا هون قال لك two separate visits، هاي شغلة اللي هي جدا مهمة. Which of the following would most likely provide prognostic information regarding this patient؟ يعني بنعرف شو البروجنوزز تبعته لو واحد عمره 45 سنة عنده هسا هايبرتنشن. تعال نفكر شو المشكلة الأساسية تبعت الهايبرتنشن. المشكلة الأساسية تبعت هايبرتنشن انه ممكن يعمل اسكيميا بالقلب، ممكن يعمل سي في اي بالراس، ممكن يعمل هايبرتنسيف ديزيز بالكدني. يعني الهدف الاساسي ممكن يعمل هايبرتنسيف ديزيز بالعينين. فاذا الهدف الاساسي تبعي في بيشنت عنده هايبرتنشن اشوف هل عنده في سكندري دامج من هذا الهايبرتنشن، بسموه سايلنت كيلر. يعني ممكن الهايبرتنشن عنده صار له 10 سنين وهو مش حاسس فيه وعمل له دامج اللي هو مش حاسس فيه. فأكيد بعملش فاسكولار بيوبسي. فاسكولار بيوبسي بنعملها بحالات تبعت فاسكوليتس. يا مرة بس أنا مش فاسكوليتس ديجنوزي، essential hypertension، essential and primary hypertension. End organ effects from hypertension، طبعا هاي جواب صح، هذا الهدف تبعي أشوف هل في عنده مشكلة بالكلاوة عشانك ببعثه أولتراساوند، هل عنده في مشكلة بالعيون عشانك ببعثه فحص عيون، هل في عنده مشكله بالراس عشان هيك ببعث بطلب منه مثلا يعمل له اي سي جي، بطلب منه يعمل ستريس تيست. وبالراس مبدئيا اذا فيش انديكيشن للسي تي بنعملش سي تي للراس بشكل هو روتيني. patients enrollment in clinical trial، patients فوتن على كلينيكال ترايل هن اللي ميؤوس منهن، وهذا اكيد بعده مش ميؤوس منهن. measurement of serum homocysteine level، فيش حدا بيعرف شو بتحكي شو بتعمل الهوموسيستين، وفيش ولا اي معنى. احنا بنعرف انه الهوموسيستين هو عمليا ريسك فاكتور ل انكريز ثرومبوزز،
هومو سيستينيميا، بس كمان مره فيش حدا بيعرف شو الاشي من ناحيه بروجنوستيكلي. قاسم بقول لنا ليش فيش صوت، جرب اطلع وفوت قاسم كمان مره، المفروض في صوت. اوكي 45 year old man with type 2 diabetes okay is noted to have blood pressure of 145 على 90 و 150 على 96 on two separate occasions. لما بشوف واحد عمره 45 سنه عنده كمان type 2 diabetes وكمان بلش يعمل hypertension، بفكر بما يسمى metabolic syndrome. هذا مصطلح لازم تعرفوه، لازم تعرفوا الكرايتيريا تبعت الميتابوليك سيندروم، دوروا عليهم. في ان عمليا في خمس شغلات بالكريتيريا تبعت الميتابوليك سيندروم، بدنا ثلاثه منهن عشان نسميها ميتابوليك سيندروم، منها هايبر كوليستروليميا كمان موجوده هناك، وابدومينال اوبيسيتي. Which of the following is the best initial therapy for this patient؟ بذكركم بعلاج الهايبرتنشن، دائما بدي احاول افكر كيف اعطيه علاج يساعدني كمان لشغلات ثانيه. يعني عنده هايبرتنشن وعنده دايابيتس، تعال اعطيه دواء اللي يساعدنا للثنتين. بهاي الحالة شو هو الدواء؟ ACE inhibitor protect الكدني ب type 2 diabetes، بخفف the pressure جوات الجلومرلوس. هيدروخلوروثيازيد ديوريتكس حكينا، هو واحد من الأدوية مستعملة كثير خصوصا في أمريكا كفيرست لاين. السايد افكتس تبعته هي طبعا هيبوناتريميا، بيعمل جاوت، عشان هيك patient اللي عنده هيبوناتريميا خلقة أو patient اللي عنده جاوت خلقة أكيد ببلش اللي هنش هيدروخلوروثيازيد. ACE inhibitor الكونترا انديكيشن تبعته بالاساسي واحد عنده رينال فيلر او عنده هيبركاليميا او عنده انجيوديما، اي شغلات اللي بنفعش نستعمل ACE inhibitor فيها، او واحد بلشنا له ACE inhibitor وبلش يكح على ACE inhibitor، ساعتها مجبورين ننقله لدواء اخر. بيتا بلوكرز بنفعش استعملهم ببيشنتس، بيتا بلوكرز هن جود تشويس في واحد عنده هايبرتنشن مع تاخيكارديا. واحد عنده هايبرتنشن مع تاخيكارديا الدواء تبعه هو بيتا بلوكر، ليه؟ كمان مره دبل افكت، وانت بنفعش نستعملهن، بنفعش نستعملهن بواحد عنده بلاد بريشر واطي بس مش هاي الحاله، او واحد عنده براديكارديا. اذا بيشنت عنده هايبرتنشن مع براديكارديا 50 ساعه ببلش له بيتا بلوكر، بديش اوصله على 40. كلونادين ان الفا سنترالي اكتنج منحبش نستعملهن لللونج تيرم، نستعمل ليه؟ لانه مشكله فيها اذا بتخطى حبه واحده بيعمل ريباوند طوال البلاد بريشر بيعلى كثير، عشان مش احسن تشويس للبلاد بريشر. هنا في السكندري كوزز اوف هايبرتنشن اللي احنا مقسمين بالاساس للثلاثه، رينال واندوكراين اول ثنتين وبعدين باقي الاسباب. الرينال طبعا جلومر نفريتس، وبذكركم بهي الشغله كل بيشنت بيجي مع رينال فيلور بلاد بريشر عالي لازم افكر جلومر نفريتس او فاسكولار ديزيز بالكيدنيز. اندوكراين عندكم برايمري هيبر الدو كوشينج، فيه خرموسيتوما، هيبرثايروديزم كمان، هيبو قلت لكم بعمل اكثر ديستوليك، اكروميجالي، اسباب لازم دائما نفكر فيها بالسكندري، والرولينج اوت وبالاساس من جود كلينيكال هيستوري جود فيزيكال اكزامينيشن. اوبستراكتيف سليب ابنيا حكيت لكم عليه ككوز للبلاد بريشر، عشان هيك وبيعمل ريزيستنت هايبرتنشن. بتشوف هذول البيشنتس باخذوا ثلاث اربع ادويه للهايبرتنشن وبساعدهنش، شو بدنا نسوي معهن؟ لازم نحللهن مشكله الاوبستراكتيف سليب ابنيا. شو كيف حل مشكلة الأوبستركتيف سليب أبنيا؟ سيباب بالليل، بناموا بالليل مع سيباب، هيك هذول patients من حل عندهم المشكلة. كورتيكيشن أوف أورتا طبعا تيرنر سيندروم له علاقة بالإشي. هيبركالسيميا كمان هيبركالسيميا كوز له بلاد بريشر. ميديكيشن ستيرويدز انسيدز كمان بعلو البلاد بريشرز. مزبوط، في حدا قال لي انه فشكنا سؤال 6.3 وصادقون. تعال نشوف سؤال 6.3. بكل هيك 34 year old woman contemplating pregnancy is diagnosed with stage 1 hypertension. Yeah, pregnant woman and hypertension and after an evaluation is noted to have no complication and the blood pressure عالي pregnant، مجبورين نعالجه. ليه؟ لأنه إذا منعالجوش عنده هاي ريسك لبريكلامبسيا أو إكلامبسيا. Which of the following anti-hypertensive classes may be appropriate for this individual؟ تعال نشوف. هيدروخلورثيازيد ممنوع في pregnancy. ليه؟ بيعمل thrombocytopenia بالpregnancy، ممنوع نستعمله بالpregnancy. هيدروخلورثيازيد بيعمل thrombocytopenia عشان هيك نلغيه.
كل شيء له علاقه بالرنين كمان ممنوع نستعمله، يعني ايس ارب ودايركت رنين انهبيتورز برضه ممنوع نستعملهم لانه هن تيراتوجينيك دراجز بالبريجننسي وممنوع نستعملهم في ثلاثه. اساسا انتم لما بتشوفوا السؤال اللي فيه جواب كمان ايس كمان ارب بنفس السؤال اشطبون اثنين، لانه مبدئيا فيش فرق بيناتهم بالعالم. لما بنيجي بنستعمل ايس وارب هن نفس الشيء بالنسبه لنا، الفرق الوحيد بيناتهم اذا واحد كحل ايس بنعطيه ارب، فش ولا اي فرق اخر بيناتهم. فالجواب هون لازم البيشنت لبيتولول بيتا بلوكرز احسن تشويس ل بريجننسي هايبر تنشن. هاي اللي موجود هون كل الانتي هايبرتنسيف دراجز، شو الايجنت، شو الميكانيزم اوف اكشن، سايد افكتس، انديكيشنز وكونترا انديكيشن. ديوريتكس طبعا تعرفوا انتو هيبوكاليميا هيبونترميا بيعملوا هيبريوريسيميا، كلنا بيعملوا جاوت. هاي بالسايد افكتس طبعا انا بحكي الكلونيدين يا زي ما حكيت لكم بيعمل بوست شورال هايبوتنشن وريباوند هايبرتنشن، عشان هيك بنحبش نستعمله مبدئيا. ويا طلع حتى بالانديكيشن فيش له انديكيشنز. ديوريتكس مثلا جود تشويس وين تا لما واحد عنده بلاد بريشر عالي وعنده هارت فيلر، ساعات بتخبط عصفورين بحجر. ايس انهبيتور كمان مره الكاف هايبركاليميا اكيوت رينال فيلر ممنوع نستعملهن، وانت بنحب نستعملهن واحد عنده ديابيتس واحد عنده بعد ام اي ساعتها بنعطيه ايس انهبيتور 2 ان 1. واي الارب زي ما شايفين شو مكتوب سيم از ايس انهبيتورز، عشان هيك لما بتشوفوا اثنين بالسؤال فكر انه على الاغلب بدك تشطب اثنين. كالسيوم شانل بلوكرز بيعملوا بالاساس جاسترو انتستينال سايد افكتس، بيعملوا كونستيبيشن، بيعملوا هيبركلاميا اول مره بسمع فيها صراحه، بيعملوا ايديما بالاجرين بلاترال بيريتيبيال ايديما كالسيوم شانل بلوكرز، عشان هيك بننقلهم لنوع اخر. بتخيلش في شيء ثاني بعدنا نحكيه الكلينيكال بيرز، بتقدروا ترجعوهن بالبيت. تعال نشوف بس نصور من ناحيه وقت. تمام وانا منيح. هات تشوف 28 year old woman has been told she has rheumatic heart disease. اوكي specifically mitral stenosis. طبعا rheumatic heart disease بالاساس كلنا الكوزز تبعون المايترال ستينوز ان rheumatic heart disease. rheumatic heart disease rheumatic heart disease which of the following murmurs is most likely present. يعني بيسالني شو المرمر تبعت mitral stenosis. هذا سؤال اذا بيجي بالامتحان وحدا بغلط فيه مصيبي، ممنوع نغلط بهيك اسئله لانه هي اسئله كلير كات حتى بدهاش تفكير تكون حافظها. فمايترال ستينوزز بالبدايه هي ديستوليك ميرمر مش سيستوليك ميرمر، عشان هيك جواب سي هولو سيستوليك ميرمر ات ابيكس بشط. شو اللي بيعمل هولو سيستوليك ميرمر ات ابيكس؟ مزبوط ام ار. Late peaking systolic murmur at right upper sternal border. Right upper sternal border and in late peaking systolic murmur أو mid systolic murmur هي murmur تبعت aortic stenosis. عشان هيك كمان هذا السؤال الجواب بنشطب خصوصا systolic murmur. Early diastolic crescendo at right upper sternal border هي murmur تبعت AR aortic regurgitation. جواب B هو aortic regurgitation. mitral stenosis طبعا بتعمل diastolic rumble at the apex of the heart. اوكي وبتزيد بالليفت ريكومبنت بوزيشن، يعني بقلب البيشنت على طرفه الشمال على جنبه الشمال المرمر بتزيد. اوكي في كثير لاج بالصوت. تمام يلا كمل. 48 year old woman is noted to have atrial fibrillation with a ventricular heart rate of 140. اوكي عندها heart rate 140 و atrial fibrillation. She is feeling dizzy and dyspneic with systolic blood pressure of 75 على 48. هل هي stable؟ الجواب هو لا. اذا هذول شو حكينا عليهم patients اهون patients. ليش اهون patients؟ لانه unstable atrial fibrillation. فرقش معي وانت بلش، فرقش معي شو السيمتومز، فرقش معي شيء ثاني، شو العلاج؟ شوك. اذا شو الجواب؟ دي سي كارديوفيرجن. هذا هو الجواب، دي سي كارديوفيرجن بعمل لهم شوك كهرباء. اوكي اكيد بعطيش ديكوكسين ستر
واكيد بعطيش فاجل مانوفر، فش ايش تعطي فاجل مانوفر للاتريال فيبريشن، واكيد بعطيش كالسيوم شانل بلوكر بيلتزم يعني دلتيازم وكالسيوم شانل بلوكر اكيد بعطوش على بلد بريشر عن الشكل. الجواب هو شوك كهرباء. لبعدين شو بنسوي معها هسه بنحكي. 45 years old woman is noted to have dizziness, pounding of the chest and fatigue of 3 hours duration. Okay, صار لها 3 ساعات in the pounding of chest, dizziness. On examination she is noted to have a blood pressure of 110 على 70 و heart rate 180. She is noted on ECG to have atrial fibrillation. إسا شو اللي مش هضمه بالسؤال؟ اذا بتتذكروا حكيت لكم انا atrial fibrillation نادر تيعمل heart rate 180، بصلش لهاي الهارت ريت. لما بشوف heart rate 180 لازم اكثر افكر supraventricular tachycardia. atrial fibrillation بيوصل لنواحي 160، عشان هيك اذا بتشوف atrial fibrillation مع heart rate اللي هو كثير 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 عالي لازم شي لمبه حمراء تضوي عندك. هسه طلع شو اللمبه الحمراء اللي ضوي لنا اياها. prior baseline ECG show delta waves. شاني delta waves؟ بأي disease موجود عند delta waves؟ بستناكم حد يجاوبني على الواتساب بعدين بكمل. وولف باركنسون وايت مظبوط، وولف باركنسون وايت هي اللي بتعمل delta waves. وولف باركنسون وايت بتعمل delta waves، ولما بيجي atrial fibrillation بلبس على وولف باركنسون وايت بصير very rapid ventricular pace، عشان الريثم تبع الريت اسف تبع الventricles ممكن يوصل 180. The emergency department physician counsels the patient regarding cardioversion, but the patient declines. The patient بدوش يعمل cardioversion. Which of the following is the best therapy for her condition? دائما atrial fibrillation مع Wolff Parkinson White منعالجه بإشي بيخلص بإيد. منعالجه بإشي بيخلص بإيد، يعني بروكاين أميد، إيبوتوليد، ديفوتوليد، أوكي؟ كل شيء بيخلص بإيد. تمام، كل شيء بخلص بايد هو العلاج تبع اترال فيبريليشن لما في عندي وولف باركنسون وايت. هسه طبعا صعب انت تميز وولف باركنسون وايت بالاي سي جي لما الهارت ريت 180، عشان هيك ايش بنساوي بهذول البيشنتس؟ كمان مره طلع شو عمل براير بيس لاين اي سي جي، بتحاول تدور له على اي سي جي قديم. شو بشوفوا وولف باركنسون وايت؟ في 3 شغلات بنشوفها بالاي سي جي. شو هن؟ بنشوف دلتا ويز اول شغله، البي ار تبعهم بيكون قصير شورت بي ار، والكيو ار اس تبعهم بيكون وسيع. اوكي، هاي هي التريات تبعت وولف باركنسون وايت. اوكي، التريات تبعت وولف باركنسون وايت بالاي سي جي، وممكن يسالوا عليها بالامتحان، بحبوها كثير هذا السؤال، بحبوه بالسنه السادسه اسئله عن الشكل. كلينيكال بيرلز اترال فيبريليشن، بتخيل ان احنا قفلنا هاي الزاويه كثير منيح عده مرات، كلياتكم بتعرفوها منيح منيح ومسكرينها زي ما لازم. كمان مره الهدف تبعي من اللقاء تبع اليوم نحاول نسكر زوايا اللي قفلناها احنا اقل خلال اللقاءات طبعا لضيق الوقت. تشادز فاسك الكل بيعرفه، الكل لازم يحفظه طبعا. من تشادز فاسك 2 وفوق لازم تعطي انتي كوغوليشن، الأفضلية لنوك، إذا بنفعش نوك بنجبر نعطي ساعتها كومادين. الحالات اللي بنعطي فيها كومادين هي بالأساس ما يسمى فالفولار أتريال فيبريليشن. شو يعني فالفولار؟ يعني الأتريال فيبريليشن وفي موجود عندي مايترال ستينوزيس أو أتريال فيبريليشن وعندي ميكانيكال فالف، أو حتى ميكانيكال فالف بدون أتريال فيبريليشن مجبور تعطي أنتي كواغوليشن. فهذه الحالات مجبورين نستعمل بس كومادين، في باقي الحالات الافضليه هي لنوكس. وولف باركنسون وايت زي ما حكينا بري اكسيتيشن سيندروم، بيكون عندهم شورت بي ار، كيو ار اس وايدنت، ودلتا ويفز هي الترياد، وبيعملوا بروكسيمال تاخيكاردياز انكلودنج اي اف. العلاج تذكروا كل شيء بخلص طبعا كارديفيرجن، او كل شيء بخلص بايد، بروتين اميد، ديفوتيليد، ابوتيليد، ما افرقتش. وهنا عندكم الفيزيكال اكزامينيشن شو بنشوف بمايترال ستينوزس. اوكي لورا. 49 year old man is admitted to the intensive care unit with a diagnosis of inferior MI. عنده inferior MI. قديش نسبة البيشنتس اللي عندهم inferior MI اللي بيعملوا right ventricular MI؟ مظبوط 30%. إذا بما أنه 30% من البيشنتس بيعملوا رايت فينتريكولر ام اي، واحدة من البرزنتيشنز تبعتهم حكينا ممكن يجوا مع براديكارديا وهيبوتنشن.
عشان هيك هذول البيشنتس لما بيجوا معي بوتنشن شو بجرب اعطيهم فلويدز مزبوط بجرب اعطيهم فلويدز وبمتنع اعطيهم بيتا بلوكرز بمتنع اعطيهم ايس انهبيتور بمتنع اعطيهم هيدرالازين ليه لانه بديش اوطي لهم البلد بريشر كمان بعطيهم فلويدز مش كثير فلويدز حكينا شويه فلويدز البرزنتيشن الثاني تبعتهم طبعا ممكن يجوا كمان مع براديكارديا لما بيجوا مع براديكارديا بدي اعالج البراديكارديا هون البراديكارديا هي موبيتس تايب 1 اوكي عشان هي موبيتس تايب 1 بكاتروبين بكفي لو انها موبيتس تايب 2 لو انها موبيتس تايب 2 يعني في الاي في بلوكس تعلمتوهم انتو في ثلاث درجات لهم كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 2 بتقسم لموبيتس 1 وموبيتس 2 مبدئيا من موبيتس 2 وكلاس 3 يعني تايب 2 موبيتس 2 و3 هذول على الاغلب راح يروحوا لا بيس ميكر بروحوا على بيس ميكر موبيتس 1 بحاله عن الشكل ممكن تجرب اتروبين وتشوف اذا راحت بعدين البلوك خلص تتركوا البيشنت لحاله ما راحتش البلوك وظلت موجوده البلوك بتدخله للبيشنت بيس ميكر مزبوط باسل بيبعث لنا ابلا كمان كونترا انديكيتد تو نوكس 100% حكيت صح باسل أبلا ممنوع نعطي فيه النوكس جربوا يعطوا فيه النوكس وفشلوا فشل ذريع كمان بأبلا بنعطي بس كومودين مزبوط أوكي إيه ترانسفينوس سبيسر حكينا بس إذا البراديكارديا ظلت أو لو كل البراديكارديا كانت موبيتس تايب 2 أو ثيرد ديجري هارت بلوك كنت بدخل طوالي بيس ميكر لأنه يعني فش اشتاق بتعطي أتروبينو بس مجبور تدخل البيس ميكر عشان موبيتس 1 ممكن تستنى تشوف شو الوضع لودوكاين بطلوا يستعملوا اليوم بهارت فيلور او بام اي باي حاله لانه لا كنا بعلم مورتاليتي عشان هيك بطل حدا يستعمله اوبزرفيشن ما كنتش بعمل اوبزرفيشن لما الهارت ريت 35 هارت ريت 35 ما ينفعش تعمل اوبزرفيشن خصوصا بالكونتكست تبع اسكيميا ليه لانه اذا الهارت ريت واطي معناته ستروك فوليوم تبع البيشنت بده يقل لانه ستروك فوليوم له علاقه بالهارت ريت اذا بتتذكروا بحسب المعادله اللي تعلمتوها بالفيزيولوجي فبالتالي بيصل اقل دم على الكورونري فيسلز لما بيصل اقل دم على الكورونري فيسلز يعني البيشنت ممكن يزيد الاسكيميا تبعته عشان هيك ما ينفعش اتفرج عليه مع هارت ريت 35 ممكن يزيد الام اي تبعه هنا في vasovagal syncope هي most common cause of syncope in healthy young people. vasovagal syncope هي syncope اللي بيعملوها patients بدون ولا أي sign لcardiac أو neurologic disease. syncope مبدئيا احنا دائما نقسمها لثلاث أنواع. أول cause تبعها هو cardiac syncope. أي syncope بتيجي بالعادة مع arrhythmias. اوكي مع arrhythmias بالأساس يعني واحد عنده syncope مجبور تأكد بالـ ECG فش عنده VF فش عنده VT. عندنا نيورولوجيك سينكوبي نيورولوجيك سينكوبي اللي ممكن تكون مثلا سي في اي ممكن تكون سيجرز كل الاسباب نيورولوجيك تعمل سينكوبي واذا عملنا رول اوت للاثنين وتاكدنا انه مش هاي ولا هاي وفي هيستوري اللي بتقول انه ممكن يكون فازو فاجل سينكوبي بنسميها فازو فاجل اللي مبدئيا ريشورنس فيش عندنا ايش نعمل منها فازو فاجل مثلا بالاساس بتيجي عند ناس صغار بالعمر وقت ستريس اللي بفقدوا عمليا الوعي للثواني اللي هي بسيطة وبرجعوا لحالهم كمان بشكل سريع كمان سندروم اسمه كاروتيد سينوس هايبر سنسيتيفيتي كاروتيد سينوس موجود بالرقبة على الكاروتيد ارتري بالاساس هاي بتيجي بأولدر بيشنتس وقت لما بيحلكوا لحيتهم فبشدوا على الكاروتيد بالب وممكن يفقدوا الوعي العلاج تبعنا هذول بدهن بيس ميكر كمان كوز للسينكوبي كارديك طبعا هو اورتيك ستينوزز حكينا عليه و 1 ثيرد اوف ادلت بوبوليشن بشي مرحله بحياتهم بيعملوا سينكوبي اوكي هي زي ما حكينا بيرمننت بيسينج يوجوالي از انديكيتد فور سيمتوماتيك برادي اريثميا او موبيتس 2 او ثيرد ديجري هارت بلوك طبعا سيمتوماتيك هي هون شيء خلص طوال بتفوت بيس ميكر 6 سينوس سيندروم هي سيندروم اللي بتعمل two types of arrhythmias بالسكس سينوس بيكون عندنا برادي arrhythmias مع تخي arrhythmias نفس الوقت يعني بتشوف البيشنت عنده مرات برديكارديا بس مرات ما بتشوف له فايت باترال فيبريليشن فعمليا سينوس نود تبعته انهبلت فبالحال شو لازم نساوي نفوت له بيس ميكر تمام لسه اسئله تعال نعطيكم دقيقه لاسئله
أسئلة. أسئلة غير إذا حدا عم بسجل الدرس. دقيقة قهوة فش من يلا. أوكي كملنا. A 68 years old woman, man with a history of end-stage renal disease عنده مريض دياليزا is admitted to the hospital for chest pain. مريض دياليزا chest pain شو لازم أفكر؟ لازم أفكر pericarditis بس مش شرط بس pericarditis. اتذكروا أنه ال kidney disease patients بيموتوا من cardiovascular causes. شو بيعملوا أكثر كلنا؟ heart failure ولا ischemia؟ مظبوط heart failure. On examination a pericardial friction rub is noted. هيك قلنا عمليا هذول patients منلقيهن عن طريق good physical examination. عشان هيك مريض دياليزا جامعة chest pain بكره بتصيروا بالميون تفحصوا فين تفحصون زي ما لازم. وبالاي سي جي عنده diffuse ST segment elevation. اذا شو الدياجنوزس تبعته؟ pericarditis uremic pericarditis. شو الهدف؟ شو لازم نعمل له؟ شو البيست definitive treatment؟ اكيد مريض دياليزا بعطش انسيدز ممكن اعطي ستيرويدز بس انتبهوا للسؤال شو بقول لي بيست ديفينيتيف تريتمنت. بيست ديفينيتيف تريتمنت بيست ديفينيتيف تريتمنت هو دياليزا طبعا دياليزا عشان اوطي الاوريا هذا الهدف بالدياليزا. كيكسلات باي كونتكست حكينا عليه؟ كيكسلات حكينا عليه بكونتكست تبع هيبر كلاميا مزبوط هو العلاج تبع هيبركلاميا. مريض دياليزا بيجي مع سيفير هيبركلاميا او مع ريزيستنت هيبركلاميا شو العلاج تبعه نعطيه دياليزز كمان دياليزز. الانديكيشنز تبعون اكيوت دياليزز رجعون واحفظون ولازم تعرفوهن 100%. شو بيكمل ليه بكل البيشنت الديسكرايبد في السؤال 10.1 از هوسبيتالايزد بس ذير از ا ديلي ان انيشيتنج تريتمنت. ما حداش بلش له علاج شو ما حداش بلش له علاج يعني الدكتور اللي فحصه ما راحش يبلش له دياليزا. فبما انه عامل بيركارديتس مع كثير فلود ومش مبلشين له علاج لما انت بتشوف ديلي بالتريتمنت طوال عقلك لوين دي ميد كومبليكيشن تبع بيركارديتس. شو الكومبليكيشن ده تكون؟ تمبونادا هي طلع شو بقول لك يو ار كولد تو ذا بيد سايد بيكوز هي هاز بيكم هايبوتنسيف. طلع البلد بريشر تبعه طلعوا الهارت ريت تبعه وبولسوس بارادوكسوس. بولسوس بارادوكسوس قلنا ساين تبع كاردياك تمبونيد. رجعوا شو يعني بولسوس بارادوكسوس. اي ريبيت اي سي جي از انشينجد فروم ادميشن ويتش اوف ذا فولوينج از ذا موست ابروبريت ايميديت انترفينشن. لما البيشنت فات على تمبونيد بيكون عنده كمان الجي في بي عالي شو الحل تبعهن شو لازم نعملهن؟ مظبوط بيريكارديوسنتيزيس. اذا اكيد باخذش درو بلاد كلتشرز وانيشيات برود سبيكتروم انتيبيوتكس. هاي كان بتكون صح لو كان عندي كمان عند البيشنت حم. لو عندي حم سيبسيز كان ساعتها باخذ بلاد كلتشرز وببلش وايد سبيكتروم انتيبيوتكس شو سميناها تازوتسين. اعطي اي في فوروسامايد فور فلويد اوفرلود. واحد على ضغط دم على الشكل اعطيه فوروسامايد جرعه. ايكو جايدد بيريكارديوسنتيزس طبعا اليوم حكيت لكم بالزمانات كانوا يفوتوا سبكسيفويد للكل مرات بالغلط يخص كل قلب. اليوم الكل بيعمل ايكو جايدد بيريكارديوسنتيزس عن طريق ايكو بيشوفوا وين الفلويدز اكثر شيء وبيسحبوه. بي سي اي فور اكيوت مايوكاردر انفاركشن فيش عندي اي كلو لمايوكاردر انفاركشن هون بالسؤال. فالجواب طبعا بيريكارديوسنتيزس ومهم تعرفوا منظر التمبونات بالايكو منظر التمبونات بالتشست اكس راي شغلات اللي رجعوها وشددوا عليها. اذا كلينيكال بيرز اكيوت بيريكارديتس عندهم بلوريتيك تشست بين حكينا على الشيء منيح اس تي سيجمنت اليفيشن بي ار ديبريشن فريكشن دروب هو شيء مهم للبيريكارديتس والعلاج طبعا هو انسيدز وفي حالات معينه بنستعمل كورتيكوستيرويدز في ريفراكتوري كيسز. ليش بنحبش ستيرويدز بالبدايه؟ سببين اول شيء بعر للريلابس الريكرنس تبع البيريكارديتس والسبب الثاني لكثره السايد افكتس تبعت الستيرويدز. لورا 49 year old smoker with hypertension diabetes و hypercholesterolemia. اوكي هاي هي الريسك فاكتورز. لما اليوم بقول بالكورونا بيموت واحد عنده جورميس يكون هاي القصد بيكون عنده hypertension diabetes hypercholesterolemia. comes to the clinic complaining of pain in his calves يعني بالساق تبعه بالعضلات اللي ورا الساق تبعه when he walks 2-3 blocks. شو الدياجنوزيز؟ واحد عنده ريسك فاكتورز هايبرتنشن سموكر ديابيتس
peripheral vascular disease. مظبوط، هاي هي السيمبتومز تبعت peripheral vascular disease. Which of the إذا peripheral vascular disease اللي بتصير مع risk factors لأي vascular disease اللي ممكن تكون كمان central vascular disease زي coronary artery disease. شو العلاج تبعه؟ تعال نشوف. Which of the following therapies might offer him the greatest benefit in symptom reduction and overall mortality؟ مبدئيا peripheral vascular disease في two important risk factors. أهم اثنين هن الأولاني smoking، الثاني diabetes. Smoking بعلي peripheral vascular disease ضرب 9 أضعاف. Diabetes بتعلي peripheral vascular disease ضرب 4 أضعاف. مع بعض مش 36 مرة، لا 18 مرة. كيف بوصل لها الحسابات في الشدة فكرة. إذا شو اللي بوطي أكثر إشي الـ overall mortality تبعته؟ أسبرين بوطي بس مش أكثر إشي. يعني هذا الـ patient أكيد لازمه أسبرين. ليه؟ لأنه عنده peripheral vascular disease وعنده أكثر من 2 cardiovascular risk factors. هو ميل، هايبرتنشن، ديابيتس، هايبركوليستيراميا، عنده 4. هذا البيشنت مجبور ياخذ اسبرين حتى لو فيش عنده اسكيميا كبرايمري بريفنشن. علاج مهنا لمبرفاسكولاريزيشن بروسيجر. لمبرفاسكولاريزيشن بروسيجر بنعمله لما بصير شيء اكيوت، يعني مش انه واحد مشي لي 2 تو 3 بلوكس بعدين بلش عنده وجع بجريه معناته فوتوا على السنتور الجرين. لا، نعمله لما بيشبك لك اسا صار في عنده وجع جدا قوي باجريه، اجره صارت بيضة بيضة، صفرة صفرة، بيل، مش قاعد بتحس انت انه عنده بولسز بالاجرين، وعملت له سي تي انجي شفت انه في سيفير اوبستراكشن بالاجر، ساعتها مجبور تعمل له تسنتور بشكل سريع. كوليستازول هو دواء من عائلة من 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 الادوية المستعملة في peripheral vascular disease، بس مش هو مش اكثر اشي بوطي الـ overall mortality، بس هذا الدواء اللي بيستعملوه إشي بالبروستاتسيكلين، بروستاجلاندين، واحد منهم. smoking cessation هاي هي أكثر إشي بوطي الـ reduction in overall mortality بواحد عنده peripheral vascular disease. statins لازم هذا الـ patient statins، بس كمان مرة هو مش أكثر إشي بوطي الـ mortality. الجواب هو D. 31-year-old male smoker presents with resting pain in his legs and non-healing foot ulcer. السؤال تبعي هون، شو الفرق بين هذا السؤال؟ شو الفرق بين هذا اللي بكتب لي استاتين بوطي؟ حكيت انه بوطي بس مش اكثر شيء. شو الفرق بين هذا السؤال عن السؤال اللي قبله؟ الفرق اول شيء بالعمر. هنا عمره 31، هون عمره 49. واحد عنده أثيروسكليروزس صعب يعملها بجيل 31 إذا فش عنده هذيك الديزيز المخيفة، يعني بده يكون عنده فاميليا الهيبر الليبيديميا تعمل إسكيميا أو أثيروسكليروز بالإجرين بجيل صغير. سموكر سموكر، بس فش ريسك فاكتورز ثاني بهذا السؤال نسبة للسؤال اللي فوقه. وأنا خصوصا جبت اثنين تحتي بعض عشان نشوف الفرق بيناتهم. لما بشوف ميل يونج ميل سموكر بدون ريسك فاكتورز ثاني غير السموكينج وجاي مع بين بالليجز ونون هيلينج ألسر او حتى بكفي بين بالليجز مع سيمبتومز تبعون بيريفيرال فاسكولار ديزيز، شو الدياجنوزز اللي لازم افكر فيها للارتيريال انسفيشنسي؟ بسميها ثرومبانجيتس اوبليترنس او ما يسمى بيورجر ديزيز. بيورجر ديزيز او ثرومبانجيتس اوبليترنس. شو العلاج تبعنا هذول patients؟ smoking cessation. فيش ولا أي علاج تاني بنفع، يعني أسبرين بهذا البيشنت بنفعش، مش زي كيف في هذا البيشنت. هون أسبرين بساعد، ستاتين هون كمان بساعد، بس بالسؤال الثاني لا أسبرين ولا ستاتين اثنين بساعدوش. مش الوحيد اللي بساعده هو smoking cessation. thrombangitis obliterans كمان diagnosis لازم تعرفوها. كوليسترول embolism نحكي عليه كمان شوي. fibromuscular dysplasia young females بيعملهم vascular problem بالكيدنيز بالرينال ارتريز، بيعملوا fibromuscular ديسبلازيا، بنعملهم دياجنوزز عن طريق كابتوبريل، في تيست بيعطوا كابتوبريل للبيشنت بعدين بيعملوا لهم زي ميبوي سكان. العلاج تبعهم هو بالاساس سيرجيكال. تكياس وارتريتس حكينا عليها no pulse disease، برضو young females بيكونوا patients فيش فيهن اشي، بس بتيجي بتحس pulses بالايدين فيش عندهم pulses لانه في vasculitis و psychogenic pain ما لناش علاقة فيها. 62 years old man presents with livido reticularis. حكينا على livido reticularis، livido reticularis حكينا عليها بسياقين،
اول سياق حكينا عليه اللي مش موجود بهذا السؤال هو ابلا سيندروم ممكن تعمل ليفيدو ريتيكولاريس. ثاني سياق حكيت لكم عليه ليفيدو ريتيكولاريس، قلت لكم هذا الجلد تبع الموت، فرجيتكم صورته وقتها ليفيدو ريتيكولاريس، فرجيتكم صورته كمان مره ليفيدو ريتيكولاريس، يا كمان مره جلد الموت بيكون الجلد عن هالشكل بالضبط عن هالشكل. فهذول البيشنتس عمليا بيكون عندهم بالليفيدو ريتيكولاريس. الشغله الثالثه بالدياجنوز هي كوليسترول امبولاي. شو اللي بيزيد لي الاحتمال انه كوليسترول امبولاي؟ عنده 3 بلو توز، حكينا عليها ليفيدو ريتيكولاريس بلو تو سيندروم حكيناها بدرس النفرولوجي، وقلت لكم بالعينين بيكون عندهم هولن هورست بلاكس. كل هذول سيمتومز اوف كوليسترول امبولاي. اذا بصير كمان الكوليسترول امبولاي بالكدني بيعمل انترستيشال نفرايتس، بيشبه الانترستيشال نفرايتس. بايش بيشبه الانترستيشال نفرايتس؟ بيعمل ايزينوفيلي اوريا وايزينوفيليا، ايزينوفيلي اوريا وايزينوفيليا. Which of the following is the most likely cause of this patient finding? طبعا ليفيدو ريتيكولاريس وبلوتو سيندروم، لازم افكر بكوليسترول امبولاي. باقي الدياجنوزز حكينا عليها من قبل. Smoking was single most important intervention for atherosclerotic peripheral vascular disease. Regular exercise, cardiovascular risk factor modification. العلاج هي debilitating claudication, ischemic wrist pain أو tissue necrosis. بس لما في إشي severe بنعمل سنتور أو acute arterial occlusion زي ما حكينا، ساعتها هذولا immediate كمان anticoagulation بدين. بس هاي شغلة مش رح يسألوكوا عليها. تذكروا في ست شغلات بلش بحرف ال P اللي بتعلقوا ب peripheral vascular disease: pain، وجع، pallor، pulselessness فيش بولس، باراستيزيا، تنميل، بويكيلوثيرميا الاجر بتكون بارده، وباراليزز. اوكي، بكون هذول الست شغلات مع بعض معناته في عندنا مشكله كثير كبيره لازم تنحل. suspected peripheral artery disease، كيف نعمل احنا دياجنوز peripheral artery disease؟ بنقيس شيء اسمه ABI. ABI يعني انكل براخيال اندكس. شو القصد؟ بنقيس ضغط الدم بالانكل وبنقسمه على ضغط الدم تبع البراخيال. انكل يعني بالاجر، براخيال يعني بالايد. منطقيا وين لازم يكون ضغط الدم اعلى، بالاجر ولا بالايد؟ بالاجر. ليه؟ لانه جرافيتيشن، جرافيتي، جرافيتي في اكثر دم بالاجرين عشان هيك ضغط الدم اعلى. يعني نورمالي لما بقسم الانكل على البراخيال لازم الانكل تكون اعلى من البراخيال، لازم النتيجه تكون فوق الواحد. لما في بريفرال فاسكولار ديزيز الضغط بالانكل بقل كثير كثير، عشان هيك الـ ABI Index بنزل تحت 0.9، بنزل تحت 0.9. أوكي، وأنا في شو بتساوي بالضبط أقل أهمية وشو عليه. تمام، لحد هسه بالكارديولوجي أسئلة؟ هيك بنكون كفلنا أسئلة الكارديولوجي. أسئلة؟ قهوة؟ طيب يلا خذوا دقيقة، دقيقتين نفسك، ثلاث دقائق، خمس دقائق نفسك، على 12 بنرجع نكمل. يلا
طيب يلا رجعنا، تعال نشوف شو ظللنا. ظللنا تقريبا نص سنة بولمولوجي بالصدر. يلا اوكي هات نشوف شوي نطلع لنا كلير اول جوينج. اوكي هات نشوف. 35 year old woman complains of calf tenderness and acute dyspnea. خلاص فيش كثير فن. calf tenderness acute dyspnea يعني في وجع بالاجرين من تحت مع dyspnea قوي، شو لازم افكر؟ DVT اللي تقدم له PE. اوكي the arterial blood gas reveals partial pressure of oxygen of 76. البريشر تبع اكسجين نورمال لازم يكون فوق ال 85، يعني عندها هيبوكسيميا بهاي الحاله. Which of the following is the most common physical examination finding of pulmonary embolism؟ بده يعرف شو اكثر شيء كومن بالفيزيكال اكزامينيشن. ويزنج؟ لا، ويزنج هو ساين تبع استما، عشان هيك مش ويزنج جواب صح. Increased pulmonary component of the second heart sound هي علامة على إشي بالpulmonic valve. إشي بالpulmonic valve، أوكي؟ يعني pulmonary hypertension، بعد ما لحقش الـ PE يعمل pulmonary hypertension. تخبنية عن النفس السريع طبعاً هو الـ most common physical examination finding، جواب هو تخبنية. تخيكارديا كمان ممكن يكون جواب صح غير تخبنية، عشان هيك تخبنية تخيكارديا اثنين بيكونوا صح. كالف سويلينج هو شيء كومون بس هو مش الموست كومون، يعني كثير مرات ممكن نشوف بي اي بدون دي في تي. ثلث حالات البي اي بيكون فيهن دي في تي بس مش كلهن. بولمونر ريلز يعني خشخشه بالريات، خشخشه بالريات. ريلز ممكن نسمع ان في كونجستيف هارت فيلر، ممكن نسمع ان في بنيمونيا. كلكو ريلز كراكلز رونكاي كلهن نفس الشيء، حرحورين بالاخر. الجواب صح هو تخيبنيا. شو بسألني كمان؟ 39 year old man is noted to have a DVT without any known risk factors. فش عنده risk factors. He notes that his brother also developed a pulmonary embolism at age 45. رمبة حمرة، معناته عنده شيء بالعيلة بيعمل له high risk لـ DVT أو لـ thrombosis. أمه developed a clot in the leg when she was in her 30s. كمان أمه كان عنده نفس الإشي. بسألني which of the following is the most likely inherited disorder in this patient؟ ذكروا شغله، اكثر مرضين بيعملوا اكثر مرض بيعمل فينوس ثرمبوزز، وبهالحاله اذا احنا بننتبه هو عنده دي في تي، اخوه عنده بي اي يعني فينوس، وامه ايش عندها بالليج برضه فينوس. فالفينوس اكثر مرض بيعمل من بين هالامراض الموجوده اللي كلها بتعمل، بس اكثر واحد بيعمل هو فاكتور 5 لايدن. فاكتور 5 لايدن جواب هو سي. اوكي هوموزيجوت تبع فاكتور 5 لايدن هي اكثر شيء بيعمل من بين الموجودات. فاكتور 5 لايدن كمان منيح تعرفوا الميكانيزم تبعه. بتذكر بامتحان الدولي تبعي بشهر 10 2013 سالوا سؤال هناك شو على الميكانيزم تبع فاكتور 5 لايدن، شيء بتعلق بالان اكتيفيشن تبع بروتين سي. احفظوا الميكانيزم تبعه. بروتين اس ديفيشنسي مش لازم تعرفوا عليها. انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي هي اكثر مرض من بناتهم بيعلي الريسك للثرومبوزس، بس هو مش اكثر شيء كومن، يعني اقل عن واحد من بين الموجودين هو انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي، بس هو مش اكثر واحد كومن، بالعكس حتى هو اقل واحد من بين الموجودات. ابلا سيندروم هو اكثر شيء كومن لما عندي ارتيريال وفينوس، لما عندي ارتيريال وفينوس ديزيز بنفس الوقت ابلا هو اكثر شيء كومن. اوكي ارتيريال وفينوس بجيل صغير أبلا هو الموست كومن. فاميليال مالجنسي سيندروم شخص يعني فاميليال مالجنسي سيندروم زي سيندرومز الموجودات بالاساس بالجاسترو فاميليا فاب وكل السيندرومز وليفرموني وكل السيندرومز بتعلي الريسك، بس كمان مره هي مش اكثر شيء كومن. اكثر شيء كومن هو فاكتور 5 لايدن. 54 year old woman is noted to have cervical cancer and presents with a significant vaginal bleeding with a hemoglobin level of 7. يعني عندها active bleeding مع anemia 7. شو توقع يكون lab indexes تبعون هذول هاي الومن؟ مظبوط بيكون عندها reticulocytes عالي. reticulocytes عالي ب active bleeding عندها high reticulocyte count زي كيف بهيموليزس. Her left leg is swollen, okay, which on Doppler investigation reveals a DVT. يعني كمان عندها DVT وكمان بليدر بنفس الوقت. ليه؟ لأنه عندها malignancy، هيك بتعمل malignancy. Okay,
Which of the following is the best treatment of the thrombus? طبعا اول شيء قبل ما ابلش بالتريتمنت تبع الثرومبوس مجبور اتاكد انه هاي المره فيش عندها دي اي سي. اوكي مجبور اتذكر ما فيش اتاكد انه فيش عندها دي اي سي. عشان اتاكد انه فيش عندها دي اي سي شو بفحصلها؟ بي تي بي تي تي وفيبرينوجين. اوكي على فرض انه فيش عندها دي اي سي شو العلاج تبعها؟ تعال نشوف. ان انترافينوس انفراكشن هيبرين، هل بعطيها هيبرين بحدا اللي عم بيعمل اكتيف بليدنج؟ اكيد لا. بعطي هيبرين لحدا عم بيعمل اكتيف بليدنج؟ كمان لا. بعطي هيبرين لحدا بيعمل اكتيف بليدنج؟ كمان لا. بعطي وارفرين لحدا بيعمل اكتيف بليدنج؟ برضه لا. الجواب هاي هي الانديكيشن لفينا كافا فلتر، انفيريور فينا كافا فلتر. شو الهدف من الفلتر؟ الهدف يمنع لارج ثرومبوس ينتقلوا من الاجر للرياد، منعش الصغار والوسط بس ما يصير عندي بي اي صغير، المهم ما يصيرش بي اي كبير يقتلها. بس بفضل انه بهاي المرحله بقدرش اعطيها انتي كوغوليشن لحد ما اسيطر على البليدنج، ساعتها بقدر ابلش انتي كوغوليشن والفلتر بنطلعه عاده. ليه بنطلعه؟ بحبش نضل لانه بيعمل ثرومبوس حواليه للفلتر، امبريلا او فلتر. سيدر تذكروا شغله الدي اي سي كمان مره، اي بليدنج شو لازم افكر؟ دي اي سي. اوكي اخر ترنوت في وحده عملت دي اي سي، الهيموجلوبين تبعها نزل لأربعة، كان عندها كمان الثرومبوزز وكمان كان عندها سيفير جي اي بليدنج، اخذت كل علاجات الدي اي سي بس ولا شيء ساعد، بالاخر ماتت. اكيوت اونست اوف ديسبنيا اور هيبوكسيميا وذ نورمال تشيست اكس راي شود بي كونسيدرد اس بي اي. الدياجنوزس تبع بي اي طبعا تعرفوا احسن مني. السي تي انجيو طبعا نستعمل، بكفل شغلة الدي دايمر. دي دايمر يستعمل فقط تو رول اوت بي اي. شان تو رول اوت يعني بستعمله لما في عندي low likelihood of PE، يعني واحدة جايتني مع ضيقة نفس انا متأكد انه ضيقة النفس تبعتها هي من ستريس اللي هي ماركته لاجل الكورونا، بس بالهيستوري تبعتي قالت لي انها هي بتدخن وبتاخذ اورال كونتراسيبتيفز. قلت انا اسمي تطلعش ذيك النفس تبعتها من بي اي، بس كمان مره انا متاكد انها هي من ستريس من الكورونا، فعشان اتاكد اغطي حالي 100% شو بعمل؟ باخذ دي دايمر. طلع دي دايمر نورمال، بقول الحمد لله خلاص فيش عندها بي اي، روحها على البيت وتخافش من الكورونا. اوكي هيك بستعمل دي دايمر. بس واحده اللي جاي مع سيفير ديسبنيا سيفير تشيست بين وبتاخذ سادن انسيت وبتاخذ كمان سموكر وكمان تاخذ اورال كونتراسبتس، فيش ايش اخذ اسوي دي دامر يعني على الفاضي؟ اذا طلع دي دامر نورمال 100% ده على سيتي انجيو، لانه الريسك تبعها لبولمونر امبوليزم هو عالي. اذا دي دامر باخذه بس باللو ريسك للبي اي. السكورز تبعون بي اي تحفظوهنش، بس اعرفوا المركبات تبعتهم لانه بدي لوك وين تبع الكلينيكال هيستوري في عندنا احتمال عالي للبي اي. يا ترى عندنا دي في تي في ريسك لبي اي، فيش عندنا الترناتيف دياجنوزز معناته في عندنا ريسك لبي اي. يعني واحد جاي مع ضيقة نفس وشايف عنده بتشيست اكس ري بنمونيا، خلاص فيش حاجه تفكر بي اي، عنده بنمونيا عنده الترناتيف دياجنوزز. هارت ريت تبعه فوق ال 100 بيعلي الاحتمال للبي اي، صار له 3 ايام مش قايم من التخت بيعلي الاحتمال للبي اي، عمليه اخر 4 اسابيع بيعلي الاحتمال للبي اي، كان عنده بي اي بالزمانات، كان عنده دي في تي بالزمانات، عنده مالجنسي، كل هاي شغلات بتعلي الريسك لبي اي. ويا هنا نسخت لكم جمله منيحه، دي دايمر شو صار؟ ثواني شوي شير سكرين. اللي تعال نشوف اذا الكل سامعني. سامعين؟ يلا ممتاز. اذا كمان مره دي دايمر بيكون عالي ب 95% من حالات بي اي، يعني حتى لو دي يعني نفرض بيشنت كمان مره، هاي البيشنت اللي حكيت لكم عليها جاي مع سودين انست ديسبنيا وبتاخذ اورال كونتراسبتيفز وهي سموكر و 100% انا متاكد انها بي اي، وطلع الدي دايمر تبعها نورمال، بيعنينيش بفوت على سيتي انجل عندها هاي ريسك لبي اي. ثانيه دقيقه بتصلوا من المستشفى دقيقه.
الو. طيب تعال نعمل كوميوت كلكم بس. اسف المستشفى اتصلوا وانا اليوم انكول كونان، فكرت اني نادوا علي، نفذت ما نادوش علي. ايه اس انتبهوا انه طلع وين دي دامر ممكن يكون عالي ببيشنتس عندهم ام اي، دي دامر عالي. بيشنتس عندهم بنمونيا، دي دامر عالي. هارت فيلور، كانسر، سبسس، دي دامر عالي. عشان هيك فيش طعم انك تاخذه للدي دامر. يعني بيشنت عنده بنمونيا انت شاكك انه لحظه شوي في لو ريسك يكون بي اي، تعال اشوف اذا بدي اتاكد انه مش بي اي، تخلوش دي دامر. بدك تاخذ له دي دامر، بيطلع دي دامر عالي وعلقت حالك. ليه؟ لانه اذا طلع عنده دي دامر 2000 وهو ببنمونيا شو استفدت منه؟ ما هي البنمونيا نفسها بتعلي دي دامر. ساعتها من اللو ريسك نقلته للبيشنت، انجبرت تعمل له سي تي انجيو عشان تعمل رولينج اوت لبي اي، وعلى اغلب السي تي انجيو بيطلع على الفاضي. لانه دي دامر عالي مش من بي اي، دي دامر عالي من الترناتيف دياجنوزس. يعني الهدف اللي اقول لكم اياه انه بهاي الحالات تاخذش دي دامر، لانه على الفاضي تاخذ له دي دامر. اذا البيشنت عنده واحده من هذول الشغلات فيش ايش تاخذ دي دامر. القرار هل في بي اي ولا فيش بي اي بس كلينيكال. الهدف من دي دامر يساعدك على الكلينيكال دياجنوزس تبعتك، على الكلينيكال جادجمنت تبعك، بس عشان يطمنك كمان شوي. اذا في عندك سبب وانت متاكد انه فيش بي اي، بس بدك تتاكد 100% انه فيش بي اي، وطلع انه البيشنت عنده واحده من هذول الشغلات، تاخذش دي دامر. لانه ببساطه راح تاخذ دي دامر يطلع عالي وتفوت حالك بدوامه اللي انت كنت متاكد من اول انه فيش بي اي. فاهمين؟ هاي المبدا والقصد بهاي الشغلات. بي اي بذكركم انه بالاي سي جي الموست سبيسيفيك كانه هو اس 1 كيو 33، موست كومن فايندينج هو سينوس تاخيكارديا. اوكي تمام. تعال نشوف current and new. yes الورا. which of the following is the most likely physical examination or finding in a patient with a COPD؟ هات نشوف مريض COPD شو بنشوف عنده. diffuse expiratory wheezing طبعا زي الاستما. COPD واستما عندهم expiratory wheezing، لما بحاولوا يطلعوا هواء عندهم صعوبة بتطليع الهواء فبيعمل wheezing للإشي. clubbing of the fingers بأي نسبة مرضى الـ COPD عندهم clubbing؟ صفر مظبوط. clubbing فيش له علاقة بـ COPD 100%. bilabial inspiratory crackles with increased JVP هذا sign of heart failure. heart failure C وعلامة لـ heart failure لـ pulmonary congestion هيك بيعملوا. clubbing مظبوط قاعد تحكي أسايد. كلابينج لما في عندي مريض سي او بي دي عنده كلابينج عباره عن سي تي للتشست عشان تلاك الملجنسي تبعته. انسبيراتوري ستريدور هي ايش اللي على مستوى التراخية بيكون عندهم مشكله على مستوى التراخية عشان هيك عندهم ستريدور. مهم الانسبيراتوري ستريدور بالاولاد الصغار بالبيدياتريكس تعرفوا الديفرنشال دياجنوز تبعه. وثيرد هارت ساوند هو علامه على الهارت فيلور، ان الجواب هو الاولاني. ربيع بالنسبه لسؤالك في حاجه نحسب ولز كرايتيريا واذا قل من 4 نساوي دي دامر؟ لا فيش حاجه تحسب ولز كرايتيريا، ما حداش رح يسالك عليها كمان بالامتحان، ما حداش بيعمل فيها كمان كثير الولز كرايتيريا، بس موجوده بتزين الكتب منيح بالاساس. إيه اوكي لورا 56 year old woman admits to a 60 pack year smoking history. She complains of fatigue and dyspnea with minimal exertion. عندها fatigue و dyspnea with minimal exertion وبتدخن كثير. And a cough that is productive each morning. Hey, symptoms of COPD. Which of the following is the most likely finding in this patient? تعال نشوف مريضة COPD شو بنلاقي عندها. Higher diffusing capacity of lung for carbon monoxide DLCO. بالعكس هذول patient DLCO تبعهم بيكون واطي. ديفيوجن تبع الكربون مونوكسيد تبعهم بيكون واطي ومش عالي. دي ال سي او ممكن يكون عالي في استما. دي ال سي او ممكن يكون عالي في استما بس كمان مره مش شرط بالاساس يعني بنستعمله عشان نميز كانه بين انفيزيما وبين استما. بس هون هاي سموكر عمره 56 سنه على الاغلب انفيزيماتوس بيشنت. decreased residual volume بالعكس في عندنا اير انترابمنت عشان كل اللنج فوليومز بي سي او بي دي بيعلو. عشان هيك residual volume بيعلى، total lung capacity بتعلى، كل ال volumes بيعلوا. normal to slightly increased FEV1 بالعكس ال FEV1 تبعهم بوطى. forced expiratory volume ليه؟ عندهم صعوبة بالتطليع فال FEV1 تبعها بيكون واطي. وال FEV1 على ال FVC forced vital capacity كمان بيكون واطي. عشان هيك الجواب صح هو D.
اوكي كمان مره سي كان لازم يكون واطي الفيب 1 مش عادي الفيب 1 دي بكل الريشيو تبع فيب 1 اف في سي واطي وهذا هو الجواب الصح فورس فايتال كاباسيتي بتكون عالي ومش واطي قلت لك كل الفوليومز بيكونوا عاليات بالسي او بي دي بالسي او بي دي مهم تحفظوا تراجعوا الجولد وتحفظوا الجولد منيح منيح اوكي فتتمكنوا منه بارل تشست مظبوط ولا باب اللي حكى لي على برونخيكتاز ابراهيم على كلابينج مظبوط حكى كمان برونخيكتاز استعمل كلابينج Which of the following therapies is most likely to provide the greatest benefit in a patient with chronic stable emphysema or resting oxygen saturation of 86 شو اكثر شيء بيساعدنا اذا تعال نشوف في ثلاث ادويه حكينا بيساعدونا بال قطع قطع ولا بس مرام قطع تمام مين كمل مرام سترجع تنضم لنا اللي الثلاث علاجات قلنا بيساعدوا يوطوا المورتاليتي بالسي او بي دي سموكينج سيسيشن لانج فوليوم ريدكشن سيرجري اللي بانفيزيما اللي بالاساس بتكون بالابر لوبز والشيء الثالث هو طبعا اكسجين شو الانديكيشنز نعطي اكسجين شغلتين اساسيات اذا الساتوريشن تحت ال 88 او الساتوريشن تحت ال 90 مع ساينز اوف بولمونري هايبرتنشن او رايت هارت فيلر كمان مره رقمين لازم تحفظوهن اول رقم هو ساتوريشن تحت ال 88 عند كل البيشنتس او تحت ال 90 اذا البيشنت عنده واحده من شغلتين او عنده بولمونري هايبرتنشن او عنده رايت هارت فيلر ساينز اوكي فشو لازم من هذول البيشنتس لازم اعطيهم اكسجين بعطيهم اكسجين بس بالليل لا بعطيهم اكسجين كل الوقت احنا بنسميها بالهزمانه 18 ساعه من 24 بالنهار بس مبدئيا هن لازم ياخذوا 24 ساعه من 24 ساعه اكسجين باي تايدال فوليوم لازم ياخذوا الاكسجين عالي ولا واطي جواب هو واطي لازم ياخذوا بريت اللي هو 2 ل 3 لتر بالساعه سيدر مش لازم نعطيهن اكثر عن هيك والا بالعكس بيعملوا سي او 2 انتربت على فكره كمان الكورونا بالواحده من الشغلات بالكورونا بالاكسجينيشن تبعتهن لازم نستعمل تايدال فوليوم اوكي واطي ممنوع نستعمل تايدال فوليوم لو عالي لانه الاكسجين نفسه بزيد الدستركشن اللي بصير باللنجز اللي الكورونا عملته اذا patients with chronic obstructive COPD شو لازم نشوف عندهم بالارقام تبعت الفيف 1 اف في سي بكل سبيرومتر لازم تعرفوها العلاج تبعهم طبعا هو smoking cessation نستعمل لابا وانت بنستعمل اي سي اس بالسي او بي دي لابا ولاما طبعا لونج اكتنج بيتا ومسكرينج وانت بستعمل انهيلد كورتيكوسترويدز بالسي او بي دي شو التو انديكيشنز سيفير كيسز منيحه لو بس شو السيفير كيسز عرفوا لي بالضبط اكثر من الشغله هيك اكثر من 2 اكسسربيشنز بالسنه او 1 هوسبيتاليزيشن اوكي 2 exacerbations او 1 hospitalization اوكي هاي الديفينيشن تبع الاي سي اس واليوم في انهيلرز اللي بيعملوا كومبينيشن تبع لابا مع اي سي اس مع بعض the hallmark of restrictive lung disease is decreased lung capacity مزبوط هاي اخر واحدة على restrictive احنا بس هون حكينا على obstructive طيب تعال نشوف a patient with asthma undergoing therapy with inhaled corticosteroids وانترميتنت بيتا 2 اجونيست بريزنتس وذ كومبلينز اوف نوكتورنال ويكينج سيكندري تو كاف اند اوكيشنال ويزينج اوكي يعني في مريضه استما المريض او مريضه استما اللي باخذ اي سي اس باخذ سابا بس مش موازن This episodes occur 3 to 4 times per week. واضح انه مش موازن. Pulmonary function tests in the past have shown mild obstructive lung disease. شو النكست ستيب بالثيرابي مهم جدا تحفظوه المربعات تبعون الاستما 100% تسكروها الزاويه تقفلوها منيح منيح اذا لما مريض باخذ اي سي اس وباخذ سابا شورت اكتين بيتا اجنس مش موازن شو النكست ستيب بالعلاج تبعهن لابا مزبوط بزيد لابا 100% مزبوط واذا بعد اللابا ما توازنوش واذا بعد اللابا ما توازنش
لا، بالاول بعلي الدوز تبع الانهيلد كورتيكوستيرويدز، بالضبط بعلي الدوز تبع الانهيلد كورتيكوستيرويدز، وبعدين ببلش افكر بايش سيستيميك. لما اورال ستيرويدز بشدد على الشغله كمان مره. اليوم ما حداش بحب يستعمل الاورال ستيرويدز. لاست، زيدوا لكم كمان 20 لاست امكانيه نستعملها، عشان هيك بتقدر تستعمل اوماليزوماب، بتقدر حسب الاي جي اي ليفل تستعمل اشي ثاني. اذا ما ظلش عندك ولا اي حل ثاني بتستعمل ستيرويدز. لوكوترين ما حداش بيستعملهم مبدئيا، ولا ثيوفيلين. انت ريفلكس ثيرابي، الريفلكس ممكن يعمل قحة بس بيعملش ويزنج. اوكي، الريفلكس بيعمل قحة جيرت بس بيعملش ويزنج، عشان هيك انت ريفلكس مش راح ينفعنا لا اشي. 22 year old African American woman presents with fatigue, arthralgia and nagging dry cough for the past 6 weeks. عندها كمان مرة fatigue، عندها arthralgia و dry cough صار لها 6 أسابيع، but no shortness of breath. On physical examinations her lungs are clear to auscultation و she has bilateral peritibial tender erythematosus raised nodules. شو diagnosis؟ ساركويد، مظبوط 100%. لما بتشوفوا نودلز مع اشي بولمونري شو لازم افكر؟ ساركويدوزز، بالضبط ساركويدوزز. Which of the following is your best next step؟ بدي اتاكد انه عندها ساركويدوزز. كيف اتاكد انه عندها ساركويدوزز؟ بدي اطلع على اللنجز منيح. كيف بطلع على اللنجز منيح؟ هاي ريزولوشن سي تي. اوكي، هاي ريزولوشن سي تي. مع انه الكلاسيفيكيشن تبع الساركويدوزز لليوم، الكلاسيفيكيشن اللي بنعمل بحساب تشست راديوجراف لليوم، الكلاسيفيكيشن حسب التشست راديوجراف. بس مع هيك البيست نيكست ستيب بالدياجنوزز عشان نتاكد هو هاي ريزولوشن سي تي. شو بشوف؟ بشوف بيرهيلر ليمفو ادينوباثي، مش رينج ساين. رينج ساين هاي ببرونخو اكتزز مجد. بشوف ليمفو ادينوباثي، هيلر ليمفو ادينوباثي، ومرات حتى بنشوف فيبروزز. اي تيست ممكن يساعدنا بالدياجنوزز تبعت ساركويدوزز؟ مش كثير بيساعدنا بس ممكن ناخذه، هو ايس ليفل، مستوى ايس. شو العلاج تبعهن ساركويدوزز؟ مبدئيا هن بناين ديزيز، 98% من البيشنتس خلال سنتين السيمبتومز لحالهم بروحوا. بس مرات بنجبر نستعمل اميونوسبريسيف ثيرابي، ستيرويدز او شغلات حتى اقوى في بعض الاحيان. افريكان امريكانز عندهم ملان ساركويدوزز. اي رش بيعملوا ساركويدوزز؟ شو اسم الرش اللي بيعملوها الساركويدوزز؟ إريثيما نودوزم، مظبوط إبراهيم، إريثيما نودوزم 100%، مظبوط كل جواب وجوابه صح. ساركويد بيعملوا إريثيما نودوزم. شو كمان شغلات بتعمل إريثيما نودوزم غير ساركويد؟ IBD inflammatory bowel disease، كمان كرون تعمل ساركويدوزز. لوبوس، بعرفش إذا لوبوس تعمل إريثيما نودوزم، مش متذكر إن لوبوس تعمل إريثيما نودوزم، ولا مش متذكر كمان، ولا ويجنر مش متذكرين بهذا السياق. لوبوس بيرنيو اللي مجد بحكي عليها، لوبوس بيرنيو هي كمان راش اللي هي تيبيكال ساركويدوزيز، وهي اكثر باثوجينوميك من إريثيما نودوز. بالضبط تيجي على الفيس. كافي على الساركويد. An obese 50 year old man with a history of asthma returns with complaints of occasional dyspepsia. عنده dyspepsia، وجع بالمعده، nocturnal cough، وعنده بالليل قحه. He wakes up in the morning and a sore taste in his mouth. في طعمه مش منيحه بثمه. بين symptoms of GERD كلهم، فتذكروا GERD ممكن يعمل قحه. His current medication include inhaled corticosteroids وسابا. Which of the following should be your next step؟ هون مبين، شايفين كيف الكلينيكال هيستوري تبع GERD كثير بتختلف عن السؤال اللي شفناه من قبل. اذا واحد شاكين عنده GERD، مبدئيا بقدر اعمل له 24 hour اسوفاجيل بي اتش مونيتور، بس ما حداش بيعمله وفيش حاجه اعمله. اللي بسويه مع بيشنت انا الشكل بعطيه عمليا اوميبرازول، بعطيه اوميبرازول اسبوعين بشوف اذا بجاوب ولا بجاوبش. اوكي، بي بي اي مش شرط اوميبرازول، اي بي بي اي بعطيه اسبوعين بشوف اذا جاوب معناته حليت المشكله، ما جاوبش ساعتها بفكر بامكانيات ثانيه اللي ممكن تكون سبب للسيمبتومز تبعونه. تشست راديوجراف وكمان امكانيه منيحه، بس هون كانه هو بقول انه مش استما، بس بطبيعه الحال كمان كنت ببعث على تشست راديوجراف هذا البيشنت. مش ال يعني بالاول ببلش له بي بي اي
اذا ما تحسنش ببعثها تشيستر راديو جراف. اذا كيف نقيمة هاي؟ نقيمة abnormal chest x-ray exclude most but not all serious and common causes of chronic cough. اللي بكحه لازم وعنده normal chest x-ray لازم يفكر بأيس inhibitor كوز أسما وجيرد. كمان مرة واحد بكح مع normal x-ray chest x-ray فكروا بأيس inhibitors ممكن عم بأخذوا أيس inhibitor فكروا بأسما فكروا بجيرد. واسما مش دائما بتزقطها يعني ممكن أسما بين الأتاكس الاسكولتيشن للنجز تكون normal على الآخر. ستيب وايز تبع الاسما لازم تعرفوا 100% تريتمنت وهذا 55 year old man with congestive heart failure develops bilateral pleural effusion. Which of the following is the most likely pleural fluid characteristic if a thoracosynthesis is performed? اوكي واحد عنده pleural effusion شو بده يكون عنده ترانسودات ولا اكسودات؟ طبعا ترانسودات بيلاترال بلورال فيوجن. شو بنلاقي بالثراكوسنتيز تبعه؟ بنلاقي ترانسودات. اللايت كريتيريا مفروض بصمينها زي احسن من اسميكو حتى. فالال دي اتش تبعه مش راح يكون لا 600 ولا 600 سي ودي غلط. اوكي ال دي اتش تبعه بده يكون واطي، الريشو كمان بده يكون واطي، والبروتين ريشو كمان بده يكون واطي ومش عالي. عشان الجواب صح هون هو بي. هذا اكسودات لانه بروتين ريشو عالي. تذكروا انه اكسودات بكفيني واحده من بين الثلاث كرايتيرياز. هذا عالي عشان ال دي اتش، كمان ال دي اتش ريشو عالي، وهذا عالي عشان كمان الثلاثه عالي. 39 year old man develops a moderate free flowing pleural effusion following left lower lobe pneumonia. كان عنده بنمونيا وصار عنده effusion. Thoracosynthesis revealed straw colored fluid. يعني منظره زي القش. الفلويد ستروك الشيء وعنده جرام بوزيتيف ديبلوكوكي بالجرام ستين. شو يعني جرام بوزيتيف ديبلوكوكي؟ يعني ستريب بنمونيا. حكينا على الشغله اوكي اللي هي موست كومن كوز تبع بنمونيا. البي اتش تبعه 6.9، الجلوكوز 32، والال دي اتش 1890. بعد بدكم كمان انديكيشنز عشان تفهموا انه ايش لازم نعمل عند هذا البيشنت. فوت تشيست تيوب اوكي بنادع وجدي بنفوت تشيست تيوب. اذا سند ذا فلويد فور كلتشر ما نبعث على الكلتشر بس منبين شو بده يطلع عنده. Continue treatment with antibiotics for pneumococcal infection. نكمل انتبيوتيك كمان بس هذا مش اهم شيء. Tube thoracostomy to drain the effusion هو الجواب الصح. اكيد فيش حاجه تعمل chest x-ray كمان مره in 2 weeks. مع هيك هيك ارقام فيش ايش تتحير. الخمس indications ل insertion of chest tube لازم تكونوا حافظينهم وحافظينهم بالترتيب. طلعت انا على الشحزور الكامل تبع الامتحان الاخير، سالوا بتذكرين كيف شددنا على الترتيب قبل جمعه جمعتين طلع الشحزور الكامل بالعبراني. سالوا على بحسب الترتيب مين اصعب شيء وبحسب الترتيب مين اخف شيء، عشان هيك احفظون بحسب الترتيب كيف كنا نسمعين الخمس شغلات من الاصعب للاخف. 69 years old man complains of gradually worsening dyspnea and the nagging cough over the past 3 months but no fever. فيش عنده حم. He's found to have right sided pleural effusion which is tapped and is grossly bloody. الافيوجن تبعه كله blood. Which of the following is the most likely diagnosis? اوكي لما عندك blood طيب فيش عندي حم وقال لي grossly bloody يعني كله دم. بس عادة pleural effusion اللي كله دم شو الموست كومن كوز تبع الاشي؟ تراوما. تراوما هاي الموست كومن كوز. بس اذا مش تراوما يعني فيش انا عندي هيستوري اوف تراوما. اذا مش تراوما شو لازم افكر؟ مالجنسي. بصير مالجنسي هذا اللي بيعمل بلادي بلورال افيوجن. اذا برابنومونيك بنومونيا بتعملش بلادي. مالجنسي هي الجواب الصح. رابتشر اوف اورتيك دايسكشن واحد جايين فيش عنده شيء بده يكون عنده رابتشر اوف اورتيك دايسكشن. Pulmonary embolism جاي فيش عنده شيء فيش عنده ضيقة نفس عنده worsening gradually worsening dyspnea مش dyspnea بلشت مرة واحدة. غير انه pulmonary infarction يعني PE بيعملش pulmonary embolism اللي عمل لي infarction بيعملش grossly bloody pleural effusion. فالجواب هون هو malignancy. هذا هو الجواب الصح. لايت كريتيريا بتعرفوها منيح منيح. الانديكيشنز تفوت chest tube كمان بتعرفون وعرفون كمان مرة حسب الترتيب. Most common cause of pleural effusion هو malignancy bloody pleural effusion هن malignancy pulmonary in the absence of trauma. طبعا pulmonary embolism with infarction مكتوب هو من most common بس malignancy هو أكثر إشي. طبعا
الكوزز كونجستيف هارت فيلور، شوية شغلات هيك مهمة، كلينيكال كورليت مع راديوجرافيك فريتشرز، هاي طفلة كثير منيحة. سي اتش اف بيعمل بلاترال وسيمتريك بسقدر، بس مرات بيعمل يونيلاترال بيكون من اليمين، لما بيعمل يونيلاترال بيكون من اليمين. نفروتك سيندروم كمان تعمل بلاترال. سيروزز عادة البيشنتس اللي بيعملوا بولموناري بلورال افيوجن عندهم سيروزز بيكون عندهم سيفير اسايتس، significant ascites باك الجسم، يعني اخر اشي بيعملوه هو البلورال فيوجن، فالدياجنوزز بتوصلها قبل ما، يعني بتوصل السيروزز قبل ما يوصل المرحله انه عندهم بلورال فيوجن. ميكسيديما يعني من هيبوثايروديزم، بيكون عندهم سيفير هيبوثايروديزم هذول البيشنتس. بولمونري امبوليزم ممكن يكون اكسودات، ممكن يكون كمان ترانسودات حسب اذا عمل هارت فيلر بي اي ولا لا. بولمونري امبوليزم مبدئيا بيقدر يعمل اثنين، و نفروتيك سيندروم عم بيعيدها حاله مرتين، بس عندهم كمان هيبو البومينيميا كمان بتزيد البلورال افيوجن. الاكسودات هذول طبعا الكوزز تبعون ترانسودات. الاكسودات انفكشنز بكتيريال بنمونيا اكثر شيء كومون. توبركولوزز بذكركم توبركولوزز عشان ناكد بنشوف كم شغله، بنشوف اول شيء ليمفوسايتوزز بالفلويد، نشوف الادينوزين دي اميناز بيكون عندهن عالي. اوكي مش مكتوب هون بس تقدر تزيدوه كمان، الانترفيرون جاما ريليس اسي الاجرا كمان بيكون عندهن عالي. اوكي ومبدئيا البيست الجولد ستاندرد لا دياجنوزس تبع تي بي بلورال فيوجن هو بلورال بايوبسي، احسن شيء هو بلورال بايوبسي صدر، لانه طلع دياجنوستيك ييلد فور فلويد فور اسيد فاست باسيل، يعني تكون التي بي موجوده بالفلويد لما ببعثه على كلتشر كثير واضح. مالجنسي حسب شو المالجنسي، بس عاده الليمفوسيتيك بروديمينانس مرات بيكون بلادي. سيتولوجي بنبعث كثير حالات بس مش شرط يطلع بوزيتيف. كونكتيف تيشو ديزيز روماتيك ارثرايتس، بميز ان الروماتيك ارثرايتس بيكون عندهم جلوكوز واطي زي كيف بكتيريال انفكشن، نفس الشيء الجلوكوز بيكون واطي. لوبوس نفرايتس كمان ممكن، لوبوس بلوريتس كمان ممكن يعمل بيكون عندهم بوزيتيف. انا طبعا بنكرياتيتس بيكون الاميلاز عالي، الاميلاز بالبنكرياتيتس ممكن يعمل اكسيديتيف بلورال فيوجن بيكون عندهم الاميلاز عالي. تذكروا هاي الشغله بتشايلوثراكس التريجليتسيريدز بيكونوا عاليات، هاي شغلات تحفظوها ممكن تنسالوا عليها. كمان اسبستوزز صدر، الاسبستوزز ممكن يعمل من بلورال بلاكس فيوجن لحد مالجنسي زي ميزوثيليوما. يعرفوا لكم كم كلمه اسبستوزز وعايز على ميزوثيليوما ممكن تنسالوا عليها. 67 year old long time smoker with chronic obstructive pulmonary disease presents with 3 days of headache and plethoric swelling of his face and right arm. عمر واحد عمره 67 سنه بدخن، عنده سي او بي دي، جاي ثلاث ايام عنده وجع راس بس عنده نفاخ بكل وجهه وبالرايت ارم تبعته. شوفي عنده شو الدياجنوزز، انجو اديما لا اوافق، ميمي سوبيريور فينا كافا سيندروم، سوبيريور فينا كافا سيندروم عنده تيومور اللي عمله سوبيريور فينا كافا سيندروم، هاي هي البرزنتيشن تبعتهم سيدر سوبيريور فينا كافا سيندروم. واذا نفس البيشنت بالضبط قلت لكم اجى عنده بتوزيز ميوزيز وانهيدروزيز هورنر مزبوط، ليش تكون عنده هورنر؟ بانكوست تيومور ميمي. شو يعني بانكوست تيومور؟ هو تيومور موجود بال 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 بالابكسس تبعون اللنجز، مية مية الابكسس تبعون اللنجز. انجو اديما كمان مره، انجو اديما وين نفخ شفافه؟ وين ذكت النفس القوي؟ ايمرجنسي، هاي ميديكال ايمرجنسي. تيجي عاده ببيشنتس بياخذوا ايس انهبيتور، هيبرثايرويديزم هيبوثايرويديزم فيش ولا اي سبب يجوا هيك بالبرزنتيشن. سبيروفينا كافا طبعا تريخينوزز هي انفكشن موجوده بامريكا بالاساس، موجود الترخينوزز هو انفكشن موجوده بالاساس بلحمه الخنزير موجوده، بيعمل سيفير كونجكتيفيتس مع ايزينوفيليا. اوكي بذكر مره كان واحد عندنا مشباز بالبنيميت عنده ترخينوزز، لكنها طبعا بهيستوري بس جود كلينيكال هيستوري تلقناها بالاخر.
64 year old woman comes to your office complaining of hoarse voice for 4 months. And the hoarse voice, 4 أشهر. She has not had fever, ولا sore throat, ولا cough. يعني بقول لي دشرك من الانفكشن. On examination, she has expiratory wheezes in her left mid lung field. بس بلنج فيلد، انتبهوا، الويز بس بلنج فيلد واحد. يعني كأنه شو عندي؟ عندي obstruction بلنج فيلد واحد. شو لازم افكر؟ كانسر. مظبوط، كانسر. هيك بيكون الكانسر بالضبط. اذا prescribe antibiotics from bronchitis، صار له ساعة عم بقول لي فيش عندي infection. Order chest x-ray. Good choice. Advise gargling with salt water. مضمض مع salt water. ترغرغ حلقة. أكيد لا. شو يعني lung fields؟ معلش، lung field يعني جزء من الري صديقي. Prescribe أنا البترول inhaler، كمان مرة البترول بعطيه للأستما لو عندها بكل اللنجز، بس هون عندها بس بلنج فيلد واحد يعني بجزء من الري. مجد سدر في الجواب هون order chest x-ray. عشان ايش تدور؟ تدور على الكانسر تبعها. هذا هو الجواب صح. واحد عمره 33 سنة، هو is non-smoker، نزل 30 كيلو with قحقح. She is noted to have a lung mass with chest x-ray. Which of the following last cancer is most likely cell type؟ اللي بدخنوش عندهم أعلى احتمال لأدينو كارسينوما. يعني شنو أدينو كارسينوما؟ ما فيش له علاقة بالتدخين. كمان مرة شغلة مهمة، المدخنين بيعملوا أدينو كارسينوما بس بيعملوا أقل من الباقي. يعني الريليشن أدينو كارسينوما مع التدخين هي أضعف إشي، بس في ريليشن. أعلى إشي طبعا هي مع سمول سيل ومع سكواموس. سمول سيل وسكواموس إنه أكثر إشي ريليتيد للسموكينج. و 52 old man presents with dyspnea, chest x-ray. عنده هيلر ماس with ipsilateral pleural effusion. عنده ماس وبنفس الجزء عنده كمان pleural effusion. هيك بيجوا الكانسرز. Which of the following is the best next step؟ CT scan of the chest, head and abdomen for cancer staging. ممكن، منيح، مش عاطل. بس كمان مرة next step شو؟ عندي ماس، شو هدفي الأساسي؟ أعرف شو هاي الماس، شو بدي أساوي؟ بدي أخذ عينة من الماس. قانون الباثولوجي، باثولوجي رول شو بيقول؟ بدون بايوبسي بتقدرش تبلش علاج. بس هذا هو قانون الباثولوجي. اذا هاي مهمه بس مش اهم شيء، مش بس نيكست ستيب. بولمونري فانكشن تيستينج تو ايفالويت بولمونري ريزيرف فور بولمونكتومي. مش وقت البولمونكتومي اسه. اوبتين سبيسيفيك تيشو دياجنوزيس باي بايوبسي فور ذا هيلر ماس. طبعا بايوبسي هذا هو الهدف. و initiate palliative radiation because the patient is not candidate for curative resection. ما مش حكينا عليها، صرنا بلشنا palliative radiation. أكيد لا، الجواب هو C. سيدر الهدف هو نعمل biopsy، هذا هو الإشي الأساسي. إيه أوكي، تعال نشوف شو مكتوب هنا. ثواني شوي. ثواني شوي، اعطونا دقيقة. المستشفى كمان مرة. اوكي. كلينيكال بيرز لانج كانسر ليدنج كوز اوف كانسر ديث بالمن وبومن بالعالم. نودلز عاده بولمونر نودل عشان يكون له اهميه لازم يكون نودل 8 ملم او ما فوق. الستبس طبعا بالمانجمنت تبع بيشنت عنده لانج كانسر، وناخذ له تيشو نعمل لهن ستيجنج ونعطيهن علاج طبعا سيرجري راديوثيرابي كيموثيرابي. Small cell lung cancer هو metastatic at the time of diagnosis و not resectable. على عكس ان small ممكن نعمل لهم cure على عن طريق resection. Lung cancer characteristics انتبهوا انه ده مقسمين لأربعة: small, squamous, adeno و large cell. Central هن small و squamous. اثنين الثانيات هن peripheral. كلهن associated مع smoking، بس الأدينوكارسينوما often not associated، بس بكلش انه مش associated. كمان مرة اقل واحد من بنات.
كافيتيشن موست لايكلي سكواموس بحب يعمل كافيتيشن، ميتاستازز السمول سيل ايرلي على البكير بيعمل ميتاستاز، عشان هيك في حالات معينه بتحجي لي معين كمان بيعملوا بروفيلاكتيك راديشن للبرين مش دائما. سكواموس سيل بيعمل ميتاستاز بمرحله متاخره اكثر. الاكسترا بولمونر مانيفيستيشن ذكر سمول سيل بيعمل اس اي دي اتش، بيعمل اس تي اتش سكريشن، ايتون لامبرت سيندروم شيء بيشبه ميستانيا جرافيس، كوشينج، هيبركالسيميا لها علاقه بالسكواموس، ادينوكارسينوما بحب يعمل ثرومبوفليبيتس، واللارج سيل بيعملوا سوبيرال فينا كافا سيندروم. اوكي هذا هو، يعطيكم العافيه، بتامل انه اللقاء كان مفيد، بحب اسمع الفيدباك تبعكم على الكفوتساه، وإذا كان مفيد وانبسطتوا من الفورمات هذا فيش مشكلة نصير نعمل على لأن كل مرة بالجمعة بتأمل يكون في مجال وفي وقت نقدر نعمل مراجعة على الشكل. شخصيا فيش عندي ولا أي مشكلة. يعطيكم العافية وكملوا ادرسوا بالفترة وإن شاء الله بتاخذوا جواب على السريع شو مع الامتحان وانت الامتحان. سلامات، يعطيكم ألف عافية.